السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طالما انت صانع محتوى، انا عارف ان انت بتعاني مع الادوات والبرامج الخاصه بصناعه المحتوى، وبتفتح 50 حاجه علشان تعمل فيديو. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح برنامج مجمع لنا معظم الادوات والبرامج اللي احنا بنستخدمها في صناعه المحتوى في مكان واحد. هيعجبك جدا الفيديو، ولكن كمل معايا للنهايه، لان كل شويه كده هنكتشف كنز بداخل البرنامج. هسيب لك رابط تحميل البرنامج في الوصف وفي التعليق المثبت. هو طبعا تابع لشركه هيدبو، كنا شرحنا منتجات ليها قبل كده، هسيب لكم بعض الفيديوهات في الوصف. طيب احنا بالنسبه لنا هنشرح النهارده برنامج هيدبو ادميكر فيديو اديتور، بيعتمد على الاي اي. طبعا شرح لك كل الحاجات اللي هو بيعملها، احنا هنكتشفها بنفسنا دلوقتي. هنضغط على التثبيت المجاني، ممكن تستخدمه على الويندوز وعلى الماك. اول ما بتضغط على التثبيت المجاني بينزل معاك الفايل في الداونلود. طبعا احنا هنجربه بشكل مجاني، لكن هو ليه خطط مدفوعة برضو، لازم نفرق بين تجربة المجانية وبين الاستخدام. هنا لو انت حابب تشتريه بتضغط على اشتري الان، وهو عليه خصم 20%، هو سعره رخيص، هنتعرف على الاسعار وكل حاجة في نهاية الفيديو. طيب هينزل في الداونلود الفايل، هتضغط عليه دبل كليك وتقول له يس، ويتعلم هنا وتقول له انستول وتنزله زيه زي اي برنامج. تمام، انا نزلته فمش محتاج انزله تاني. دي كده الواجهة زي ما انت شايف، واجهة بسيطة جدا، ولكن خلينا نحولها باللغة العربية عشان نفهمها اكتر. بنضغط على علامة الترس اللي فوق دي، وبنضغط على اول اختيار، وهنا اللانجوج بنختار العربية وبقول له اوكي. زي ما انت شايف في اختيارين، انشاء فيديو ومربع الادوات. خلينا في انشاء فيديو الاول. انشاء فيديو في حاجة اسمها ابدأ مشروعا جديدا، شبه برامج المونتاج، وتحتها هنا 6 ادوات. خلينا ندخل على ابدأ مشروعا جديدا ونتعرف عليها الاول. بتدخل بتلاقي برنامج زيه زي برامج المونتاج الاحترافية، لكن جواه كنوز زي ما قلنا. في حاجة اسمها هنا بيكس باي، طبعا ده موقع بيقدم لك فيديوهات بدون حقوق طبع ونشر، فالبرنامج حاطط لك كل الفيديوهات اهي زي ما انت شايف. لو انا مثلا عايز ابحث عن حاجة متعلقة باليوتيوب، فهكتب هنا يوتيوب واعمل بحث، هيبدأ يجيب لنا كل الفيديوهات اللي ليها علاقة باليوتيوب. انا بس كل اللي عليا بضغط هنا ضغطة، فبيبدأ ينزل الفيديو اهو. لو انا عايز استخدمه باخده سحب وافلات، مثلا فيديو السبسكرايب كروما الخضر، وهكذا بقى تلاقي فيه حاجات كتير. لو انت مثلا بتعمل اي حاجة وعايز فيديوهات ليها فهتلاقيها موجودة. انا مثلا عندي قناة حيوانات وعايز فيديوهات للقطط، فبكتب هنا كات واعمل سيرش، شايف جايب لي فيديوهات قطط بالهبل، هي كتير جدا. لو انا عايز مثلا استخدم اي فيديو بضغط عليه ضغطة، فبيبدأ يحمل الفيديو وينزل معايا اقدر استخدمه. مثلا الفيديو ده باخده سحبه اهو، بينزل معايا اهو، ممكن اقطع منه استخدمه كفيديو بالكامل وبدون حقوق طبع ونشر. طيب تاني حاجة هنا موقع تاني خاص بالصور، برضو في صور كتيرة جدا في كل المجالات هتلاقيها موجودة، ونفس القصة بتعمل بحث بتلاقي هنا صور لا حصر لها. انت بس كل اللي عليك بتضغط على الصورة عشان تحمل وتقدر تستخدمها بدون اي مشكلة. طيب خلينا انا مثلا عايز استيكرات، شايف ده الموقع التالت اهو، هنا ملصقات، هتلاقي ملصقات كتيرة جدا، وهنا الجيف او الصور المتحركة تقدر تستخدمها في الفيديو بتاعك. لو انا عايز مثلا ملصقات عن الفيسبوك او بتاعة اللايك، هكتب هنا لايك، هيجيب لي كل الملصقات اللي ليها علاقة باللايك. مثلا انا عجبني الملصق ده فبضغط عليه ضغطة اهو، باخده كده فبيظهر معايا بالشكل اللي انت شايفه ده. لو رحنا هنا على خلفية هتلاقي برضو خلفيات كتيرة جدا، برضو بتضغط عليها ضغطة بتبدأ تنزل معاك، تقدر تستخدم اي خلفية من الخلفيات دي في الفيديو بتاعك. هنا في الوان ذات صلة، خلفيات بألوان معينة اهي، سواء بقى للشورتس او للفيديوهات اللي بالعرض. طبعا انت عايز تستخدم اي حاجة بتاخدها كده سحب وافلات بتظهر معاك هنا. عايز تخلي فيديو القطة فوق ودي تحت، برضو كل ده متاح معاك. عايز ترجع خطوة ورا بترجع من هنا اهو. عايز تحذف حاجة بتضغط عليها ضغطة وبتضغط على ديليت او حذف. هنا بقى بالنسبة للصوت هتلاقي بقى هنا موسيقى، والموسيقى دي بدون حقوق طبع ونشر، ولكن يعني انا بفضل دايما الابتعاد عن الموسيقى اللي موجودة في برامج المونتاج، لكن ممكن نستخدم المؤثرات الصوتية بدون اي مشكلة. هنا بالنسبة بقى للوسائط برضو ممكن تجيب ملفاتي وتضغط على استيراد ملف وتنزل اي فيديو من الفيديوهات بتاعتك. خلينا مثلا ناخد الفيديو ده، هحذف برضو بتاع القطة ده واخد الفيديو ده بحطه هنا. ده كده اقدر بقى اعمل اقتصاص لاجزاء منه، اقعد اشتغل عليه بدون اي مشكلة. طيب انا لو عايز اغير صوت
الفيديو يعني سامع الصوت الاصلي سامعني ولا ايه؟ قول يا باشا انا في الخدمه. طبعا يا حبيبي ده اختيار ممتاز ومنطقي جدا. خلينا احنا عايزين نغير الصوت اللي موجود في الفيديو، فهضغط على صوت وتقدر هنا بقى تعلي الصوت شوية، وهنا لو عايز تقلل الضوضاء تضغط على تقليل الاضواء بيشيلك النويز. عايز بقى تغير صوتك مثلا لصوت طفل، خلينا كده نجرب. طيب ممكن تختم الفيديو باسلوبك الشيق وبطريقتك، وطبعا ما تنساش ان انت تقول للناس يشترك في القناة وفعل. غير صوتي تماما مثلا صوت امرأة. ممكن تختم الفيديو باسلوبك الشيق وبطريقتك، وطبعا ما تنساش طبعا الصوت التاني. طيب ممكن تختم الفيديو طبعا ده الصوت الاصلي. عايز بقى تغير السرعة بتاعت الصوت، عايز تعمل تأثيرات حركة للفيديو، كل الحاجات دي متاحة، وتقدر برضو تتحكم في الالوان برضو زيه زي اي برنامج مونتاج بدون اي مشكلة. الجميل اللي فيه برضو ان انت بتروح على النصوص وبتحط اي نص وتخليه يتكلم، يعني اهلا بكم في قناة علامة استفهام. طبعا تقدر تتحكم في كل حاجة حرفيا في النص. الجميل بقى والممتع ان انت ممكن تحول النص ده الى كلام، نضغط على النص الى كلام. طبعا احنا اخترنا اللغة العربية وبيجيب لك اهو صوت حمدان، صوت علي، اسماعيل، كل دي اصوات باللغة العربية. خلينا كده نجرب صوت اي حد، عائشة. اضغط على ابدأ التحويل علشان يكمل، يعني هو بيجيب لي عينة بس. الصوت اهو تحت. اهلا بكم في قناة علامة استفهام. ممتاز بصراحة يا جماعة. طبعا انت تقدر تتحكم في مقدار الصوت، عايز تحليه شوية، عايز تسرعه شوية وهكذا، فدي كلها حاجات تقدر تتحكم فيها. وهنا هتلاقي اصوات كتيرة جدا تقدر تستخدمها ولغات كتيرة برضو، يعني ممكن تستخدم اي لغة من اللغات دي. طيب ممتاز جدا. طبعا الحاجات الباقية بقى موجودة في اي برنامج مونتاج، زي مثلا الملصقات، هتلاقي ملصقات كتيرة جدا لا حصر لها اهي، دي غير اللي موجودة في الاول. اللي موجودة في الاول موجودة في موقع خاص بالملصقات، لكن دي موجودة بداخل البرنامج زي ما انت شايف. طيب خلينا نروح كده نجرب حاجة تانية، ولكن يعني خلينا نحذف الحاجات دي مش محتاجينها، ونرجع ده في التراك الاصلي بتاعه او الاساسي، ونقسم مثلا الفيديو ده كده نصين، وانا عايز اعمل انتقال احترافي بين الجزء ده والجزء ده، فبضغط على انتقال، باخد كده اسحب، شايف بقى الجمال، شايف ده كده انتقال. هتلاقي بقى انتقالات كتيرة جدا موجودة بداخل البرنامج، تقدر تجربها، حاجات احترافية جدا وزيها زي اللي موجودة في معظم برامج المونتاج. ده مثلا ده كده، شايف حاجة ممتازة. في حاجة تانية معانا اسمها تصفية او الفلاتر، تقدر بقى يعني تغير اي فلتر او تختار اي فلتر انت عايزه، وهنا برضو مقسمها لك في شكل تصنيفات. هنا التأثيرات برضو نفس القصة، انت عايز اي تأثير من التأثيرات دي تقدر تستخدمه بدون اي مشكلة. انا مثلا عايز تأثير زي ده، بتسحبه وتحطه هنا، تمام. عايز مثلا تأثير زي ده، وهكذا. من اهم ما يميز البرنامج برضو الترجمة او الشروحات التوضيحية، الكلام اللي انت بتقوله بيتكتب على الشاشة. هنا مثلا الكلام الى ترجمة، وبعد كده بضغط على ابدأ في التعرف، هضغط عليها عشان يتعرف على الكلام اللي انا بقوله. لاحظ معايا، طبعا انا كنت ضغط هنا، فخلينا يعني من اول هنا كده اهو، شايف كل الكلام اللي انا قلته بقى على شكل ترجمة. حابب بقى تكبر شوية تصغر شوية اهو، بص. شكرا لك يا زميل، ربنا يخليك ويبارك فيك، وانا هنا في الخدمة في اي وقت. كلام اللي انا قلته بالظبط. لو انت بقى عايز الترجمة ديت اهي، عايز تعدل فيها، هتلاقي متاح ان انت تعدل فيها بدون اي مشكلة. عايز بقى تغير في الاشكال او في الحجم واللون والحاجات دي، عايز تأثيرات الحركة بحيث ان هي تظهر بشكل معين، فتقدر برضو تعمل الكلام ده كله من هنا، فدي كلها موجودة ومتاحة معانا. مثلا انا عايز اخليها تظهر بالشكل ده. شكرا لك يا زميل، ربنا يخليك. كل دي اشكال تقدر تستخدمها. انت زبطت الدنيا وكل حاجة تمام، بتضغط على تصدير، وبيبدأ بقى هنا يقول لك انت عايز الصيغة ايه. ممكن تختار مثلا MP4، وهنا معاك لحد 4K. انا بالنسبة لي بنزل 1080. تبدأ تظبط الاعداد بتاعته، وتكتب هنا اسم الفيديو او اسم المشروع بتاعك، وتختار مكان الحفظ، وتضغط على تصدير. عايز تصدر الصوت بس، فبتضغط على تصدير الصوت، وبتختار الصيغة،
وبتضغط على تصدير، فده براحتك او ده. عايز تنزل الفيديو على اليوتيوب على طول، على التيك توك، على الانستجرام، فتقدر تختار اي سوشيال ميديا من دي وتقدر تربطها بالبرنامج وينزل بشكل مباشر. ده بالنسبة لبرنامج المونتاج. في حاجة تانية بقى هنا اسمها تسجيل الشاشة. اول ما بتضغط عليها بيفتح معاك الصفحة دي، تقدر تحدد المكان اللي انت عايز تسجله في الشاشة، تقدر بقى تتحكم في الصوت والميكروفون وتفتح الكاميرا وكل حاجة، ويبدأ يسجل معاك الشاشة. عايز تسجل الصوت بس موجود، شاشة وكاميرا مع بعض تعمل فيس كام موجود. عايز تسجل لعبة لو انت جيمر تقدر تسجل لعبة، تقدر تسجل تطبيق بس، تقدر تسجل الكاميرا بس، وهكذا. ده كله في تسجيلات الشاشة. هنا انتاج الترجمة دي شرحناها، والنص الى كلام شرحناه، وقص الصورة ان هو بيعمل تفريغ للصورة. صنع الفيديو بقى بالذكاء الاصطناعي، تعال كده نجربها بشكل سريع. هنضغط عليها هنا. ممكن انا كصانع محتوى عندي فكرة الفيديو لكن ما عنديش السكريبت، فانا هنا ممكن اكتب له الفكرة بتاعت الفيديو زي مثلا الربح من اليوتيوب، وبعد كده ببدأ اختار اللغة العربية، وهنا اختار مثلا الاجواء هخليه احترافي، طبعا في مضحك مش عارف ايه، وهكذا. وبعد كده اضغط على انشاء النصوص البرمجية، زي حاجة زي شات جي بي تي كده، بيبدأ يجيب لك سكريبت او نص خاص بالموضوع اللي انت حددته. جاب له النص زي ما انت شايف. مرحبا بك في برنامجنا اليوم حول كيفية الربح من اليوتيوب. اليوتيوب ليس فقط موقع مش عارف ايه. هنضغط على الخطوة التالية، قسم لي النص الى يعني مشاهد، فدي حاجة ممتازة بصراحة. وهنا لو انت عايز تحط صور بقى تضغط هنا، ممكن تحط صور او فيديو. مثلا لو انا عايز احط الصورة دي وعايز احط صورة تانية دي مثلا، وهكذا بقى. عايز تحط صور فبتبدأ تجمع له صور تحطها عشان تعمل بيها فيديو، فده متاح وموجود. انت خلصت وزبطت وحطيت الصور بتاعتك، بعد كده تقدر تضغط على معينة او معينة مركبة، او ممكن تضغط على الخطوة التالية. خلينا نضغط على الخطوة التالية. بيجيب لك هنا بقى قوالب، لو انت عايز بقى تركب الفيديو بتاعك ده على قالب من ده، قالب جاهز، او تضغط على التحرير المتقدم علشان تدخل على الفيديو. شايف بقى جاب لك اهو كيف تحقق الربح من اليوتيوب، ده العنوان. ترجم لك اهو، يعني خلينا مثلا نروح على الترجمة، هنشيل التايتل ونبدأ مثلا نقول له حول لي النص ده اللي هو النصوص دي الى كلام، وتختار اللغة هنخليها عربي، وتختار مثلا ادي ليلى، وابدأ التحويل يا باشا. خلينا ناخد حتة صغيرة علشان ما يطولش معانا، هنخلينا دي كده واقول له ابدأ التحويل. تعالى كده نشغل كيف تحقق الربح من اليوتيوب، وتبدأ يعني تكمل بنفس الطريقة، تخلي الكلام ده يتحول الى صوت ويبقى معاك فيديو احترافي. يجيب لك بقى الفيديوهات، طبعا الصورة دي تقريبا يعني مش مظبوطة، لكن كل الصور اهي موجودة اهي زي ما انت شايف، تقدر تتحكم فيها، وبعد كده تضغط على تصدير يبقى معاك فيديو صور وصوت وكل حاجة من داخل البرنامج، مش هتحتاج اي مكان تاني. هنا زي ما قلت لك في فرق بين الاستخدام والتجربة. هو بيديك تجربة استخدام مجانية، لكن الاستخدام نفسه بيكون مدفوع زي ما انا قلت لك في بداية الفيديو. لو انت عايز تعرف الاسعار بتضغط على اشتري الان، فبيجيب لك هنا الاسعار بتاعت البرنامج. لو انت مثلا عايزه شهر واحد ب 19 دولار، لو عايزه سنة بالكامل 49 دولار، لو عايزه مدى الحياة وانا ارشح الموضوع ده ب 69 دولار، فيبقى معاك البرنامج مدى الحياة بكل الحاجات اللي انت عايز تستخدمها، فانت بتشتريه مرة واحدة بس. بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. لو عجبك البرنامج وانت موجود معايا لحد دلوقتي لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.